تتواصل الحملات المطالبة بالكشف عن ملابسات وفاة الشابة الفلسطينية إسراء غريب في فلسطين بعد تصريحات أدلت بها عائلتها تفيد بأن إسراء كانت مسكونة بالجن وتوفيت نتيجة جلطة، رواية شكك بها الفلسطينيون موجهين أصابع الاتهام للعائلة بقتل الفتاة. من منا لم يسمع بإسراء الغريب، تلك الفتاة الشابة التي أثار غموض وفاتها الرأي العام الفلسطيني والعربي وشرع الباب على مصراعيه أمام التساؤلات حول دور القوانين والتشريعات في حماية المرأة. التحقيقات بشأن ملابسات وفاة الغريب ما زالت جارية لدى النيابة الفلسطينية بعد اتهامات لعائلتها بقتلها. أما مجتمعيا فدفعت القضية مؤسسات حقوقية وأخرى تعنى بحماية المرأة للمطالبة مجددا بسن قانون عقوبات جديد خلافا للمعمول به وفق قانون العقوبات الأردني للعام 1960. قضية إسراء شغلت منذ أكثر من أسبوع مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديوهات مسربة يسمع فيها صراخ الشابة قبل وفاتها داخل غرفة مقفلة في المستشفى الذي كانت ترقد فيه في مدينة بيت ساحور جنوبي الضفة الغربية نتيجة كسور تعرضت لها في العمود الفقري. أما الأصوات المسموعة فتشير إلى تعرضها للضرب. عائلة إسراء قالت لاحقا إن إسراء يتلبسها الجن وإن وفاتها كانت بسبب جلطة. إسراء كان لما الشيخ يقرأ عليها تردد بيضربوني هي أمي بيضربوني هي أمي بيذبحوا في هي أمي. لما خرج الشيخ استوضح لنا الشيخ القصة كلياتها، قال لي ما حد جن عاشق. رواية شكك بها الفلسطينيون وحركت الجهات الرسمية لفتح تحقيقات بالقضية واعتقال عدد من أفراد أسرتها وإطلاق رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتي وعود بالشروع في مراجعة قانون العقوبات لضمان المحافظة على أمن المجتمع. الحديث عن مجتمع يسعى إلى التحرر في القرن الواحد والعشرين غير مقبول إطلاقا أن نتحدث عن قضايا الشعوذة والجن ونسقط كل الحقائق الأخرى التي تقول. هل مهم جدا أن يكون هناك لجان تحقيق لتحديد الأسباب بشكل موضوعي وبشكل دقيق ولإعطاء الإجراءات صلاحيتها، ولكن دون استغفال الناس. بعد أن هزت قضية إسراء الغريب الرأي العام ليس فقط في فلسطين وإنما عربيا، تتعالى الأصوات المطالبة بالكشف عن ملابسات وفاتها والمتسببين بها وتعديل القوانين والتشريعات لحماية المرأة والأسرة من ممارسات التعنيف. إلى الميادين خرجت مسيرات تطالب بكشف الحقيقة. هنا أمام مقر رئاسة الوزراء سلمت المشاركات الحكومة مذكرة تطالب بحماية النساء من التعنيف وسن عقوبات رادعة ضد مرتكبيها. ف19 قتيلة على خلفية ما يعرف بجرائم الشرف سجلت خلال العام الجاري فقط في فلسطين باتت تدق ناقوس الخطر. لا نريد تصريحات من رئيس الحكومة، لا نريد تصريحات مع احترام شديد من الرئيس أبو مازن، نريد أفعال، نريد أقوال، نريد أفعال. الأفعال لن تكون إلا بإقرار منظومة قوانين. يبقى الغموض يلف وفاة الشابة العشرينية إسراء الغريب حتى صدور تقرير الطب الشرعي وانتهاء التحقيقات وظهور نتائجها في 24 من أيلول سبتمبر الجاري بحسب النيابة العامة الفلسطينية. يارا العملي، العربي، رام الله. وتنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة. مساء الخير دكتورة أمال وأهلا بك، وللأسف يعني نستضيفك للحديث عن هذه المصيبة حقيقة. كل العزاء طبعا للفلسطينيين وفاة إسراء الغريب. يعني إسراء الغريب وقبلها نادين عواودة وزينب عدوان ويارا أيوب وغيرهن كثر، هل من قوانين رادعة لجرائم الشرف اليوم؟ يعني أولا الرحمة لإسراء والحرية لكل نسائنا أينما تواجدوا في فلسطين وفي خارج فلسطين. وظاهرة العنف بالتأكيد هي ظاهرة مجتمعية منتشرة في كل المجتمعات العربية والمجتمعات الدولية، لكن نحن في فلسطين نسعى إلى أن نؤسس نظام سياسي ونظام اجتماعي ونظام قانوني وحقوقي
يحمي النساء ويدخل لهم حقوق متساوية ويجرم من ارتكب الجريمة. وبالتالي ذهبنا في أكثر من سياق على أثر وفاة المرحومة إسراء. السياق الأول أننا نتابع التحقيق بكل مجرياته. هناك لجنة تحقيق من في النيابة العامة. النيابة العامة تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه تحقيق شفاف ودقيق. نتابع مع وزارة الصحة ونتابع مع التحقيق في داخل المستشفيات والتحقيق مع كل الأطراف ذات العلاقة. ونعد أولا أبناء شعبنا الفلسطيني والمرأة الفلسطينية، ثانيا أن نكشف الحقيقة كاملة، كل الحقيقة، ونحاكم المجرم على جرائم التي ارتكبها بحق إسراء وبحق أي امرأة فلسطينية تتعرض لانتهاك وتحرض إلى جرم حقيقي ينال من كرامتها وينال من حياتها وحقها في التعبير عن ذاتها وعن حريتها. ثانيا لدينا موروث العدد من القوانين والتشريعات التي توارثناها عبر سنوات طويلة، منها قانون العقوبات. قانون العقوبات هو ما يطبق في قطاع غزة، قانون العقوبات العام بريطاني لعام 36، وما يطبق في المحافظات الشمالية قانون أيضا أردني لعام 1960. الآن مطلوب توحيد منظومة القوانين أساسها قانون العقوبات لكي نتمكن من أن نحاكم المجرم على جرائم التي ارتكبها ضد النساء الفلسطينيات وضد الشعب الفلسطيني. ولذا هناك قرار كان بالجلسة الأخيرة في مجلس الوزراء أن نبدأ بالعمل. نحن لدينا مسودة قانون العقوبات، آن الأوان مسودة قانون العقوبات أن نطورها من أجل أن يتم اعتمادها وإقرارها أولا في مجلس الوزراء، ومن ثم أن نذهب بها إلى السيد الرئيس لإصدارها بقرار. وبالتالي قانون العقوبات سيرى النور إن شاء الله قريبا، نعمل عليه جاهدين في الحكومة الفلسطينية، وبالتأكيد نعمل بشراكة وبتكامل وبتعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني. ثانيا هناك قانون حماية الأسرة. نعم. قانون حماية الأسرة تم تداوله لسنوات طويلة وإلى الآن لم ينضج، لأنه الآن مسودة لم يتم إقراره. راجعنا هذا القانون وارتكزنا على 4 قضايا مفصلية. أولا الوقاية، وثانيا الحماية، وثالثا المساءلة، ورابعا معاقبة الجاني على جرائم التي ارتكبها. وبالتالي الآن علينا أن نعيد حساباتنا حتى في داخل القوانين، لأنه لا يكفي بشكل واضح أن نذهب تجاه معاقبة الجاني. مطلوب أن نحمي الأسرة ونحميها على أرضية واضحة بوقاية مجتمعنا الفلسطيني من أي عنف موجود في هذا المجتمع. ثانيا مطلوب أن نشكل حماية للنساء، النساء التي على قيد الحياة وتتعرض إلى عنف سواء أسري أو مجتمعي أو سياسي أو أي أو اقتصادي. نعم. أيا كان طبيعة هذا العنف مطلوب أن نوفر. نعم. الحماية. ومن ثم نتحدث عن إنهاء إذا كان هناك جريمة، أن نسائل صاحب الجريمة ونتحدث في النهاية عن العقوبات. وبالتالي سنذهب تجاه قانون حماية أسرة فلسطيني يحمي المجتمع الفلسطيني ويؤسس له. هذا أيضا الآن نعمل عليه بشكل دؤوب في اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل، ومعنا النائب العام وديوان الفتوى والتسريع. نعم دكتورة أمال. نعم. نعم دكتورة أمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وتنضم إلينا من رام الله رندا سينيورا، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. مساء الخير أستاذة رندا وأهلا بك. إذن يعني استمعنا إلى معالي وزيرة طبعا شؤون المرأة، يعني هناك جهود كثيرة تبذل بالتأكيد، لكن اليوم قصة إسراء حتى وإن كنا جميعا بانتظار طبعا نتائج التحقيق، إلا أن ثمة أدلة يعني ربما توحي بأن جريمة ارتكبت في مستشفى أو في البيت وأمام أعين الجميع. لماذا تصل الأمور إلى هذا الحد اليوم برأيك؟ طبعا يعني مصيبة زي ما حضرتك قلتي فيما يتعلق المصائب المتعلقة في تعنيف النساء والوصول لأعلى درجة من التعنيف اللي هي قتل النساء، هي ظاهرة موجودة في مجتمعنا وفي مجتمعات في كل المجتمعات، لكن بطبيعة الحال يعني الأوضاع التي نعيشها في ظل منظومة ثقافية واجتماعية وفي ظل وجود الاحتلال كلها تؤدي إلى العنف الاحتلالي والسياسي، يؤدي
إلى عنف أسري واجتماعي، ولكن أيضا في إطار المجتمع الذكوري الذي نعيش فيه وموازين القوى التي تكون دائما لصالح الرجل على صالح يعني المرأة، يؤدي إلى يعني تمادي الرجل في إطار الأسرة وفي إطار المجتمع على المرأة. وهذه يعني حادثة إسراء هذه الحديثة لا تنسينا العديد من الحالات التي نتابعها ونواكبها عبر السنوات الماضية، والتي تؤشر بوجود هذه المشكلة الكبيرة داخل إطار المجتمع الفلسطيني التي تتطلب حلا جذريا. يعني لا يكفينا أن نتحرك كل مرة عندما تحدث حادثة، لا نريد أن يكون هناك إسراء أخرى، والعديد منهم يعني أنت سميتي بعضهم وأنا أسمي أيضا وفاء غزاوني وسهد ديك وغيرها من القضايا التي يعني نوثقها ونتابعها يوميا. لا نريد أن نتحدث عن أرقام النساء لهن حق الحياة والاستمتاع بحقهن في الحياة، وبالتالي أي شكل من أشكال التعنيف وسوء المعاملة التي تعرض له في إطار الأسرة والمجتمع بسبب المفاهيم الذكورية والمفاهيم الثقافية البالية التي أحيانا كما حدث في حالة أسراء تغلف في مفاهيم دينية مغلوطة، يجب أن نجابهها من خلال سياسات وتشريعات وقوانين تضمن حماية كاملة للنساء. نعم سيدة رندا، يعني في ظل طبعا غياب قوانين واضحة تجرم جريمة الشرف وتردع مثل هذه الأفعال، في ظل ربما أيضا العيش وسط مجتمع محافظ كما ذكرتي حضرتك، ما أهمية أو ما دور المجتمع المدني؟ هل من دور فاعل له لمواجهة هذه القضايا؟ طبعا، يعني دائما كان المجتمع المدني دور أساسي حتى قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي المجتمع المدني الحقوقي والنسوي وكل مؤسسات المجتمع المدني من مؤسسات في مجالات مختلفة بتعمل، هي يعني يمكن تكون صمام الأمان في المطالبة بحقوق النساء على مستوى القاعدة الجماهيرية وإشراك حتى النساء على مستوى القاعدة الجماهيرية من أجل المطالبة بسياسات وقوانين وتشريعات. المجتمع المدني الآن كما فعل في السابق يعني منذ 2011، يعني يستذكرني هنا عندما عملنا على إقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني وظل على يعني دون حراك لأنه لم تكن هناك إرادة سياسية لتحريكه. حاولنا في أكثر من مبادرة ومن ضمنها مبادرة تبني قانون حماية الأسرة من العنف أيضا. منذ 2004 يعني علقنا الجرس في مركز المرأة الإرشاد القانوني والاجتماعي، وبعد ذلك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية ومنتدى مناهضة العنف من أجل تبني قانون حماية الأسرة من العنف. كل مرة قدمنا مقترحاتنا واستندنا إلى المفاهيم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكل مرة أحبطنا بأنه لا توجد إرادة سياسية لتمرير هذه القوانين ويعني تم تأجيل العمل عليها. الآن وصلنا إلى مرحلة فعلا نريد أن نرى أفعال وليس أقوال. يعني منذ قدوم السلطة الفلسطينية كانت أول مبادرة هي مبادرة من المجتمع المدني الفلسطيني، البرلمان الفلسطيني السوري، المرأة والتشريع، طلبنا فيه بقوانين وتشريعات ومنظومة حماية للنساء. يعني كنا نعلم ونزلنا نعلم ما الذي يمنع نعم، ما الذي يمنع هذه القوانين من أن ترى النور؟ يعني ما الذي يعيق العمل السياسي من أن يسن قوانين تحمي المرأة؟ نعرف طبعا سمعنا الكثير عن عمل زوج أخت إسراء المكلف بالحديث طبعا عن العائلة، أنه يعمل في جهة مقربة لدى جهة مقربة من السلطة الفلسطينية، وهذا أيضا أمر خطير طبعا، وربما هو أثر على مجرى التحقيق أو أخر من ردود الفعل. لكن ما الذي يعيق مثل هذه القوانين من الوصول من أن ترى الضوء؟ يعني بداية غياب المجلس التشريعي وحالة الانقسام السياسي الذي نعيشه منذ عام 2007، وهذا يؤثر في مسار المجلس التشريعي وفي استمرار عمله وإنهاء عمله العام الماضي أيضا بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية. أولا غياب كل الديمقراطيات، كل الانتخابات الديمقراطية الحرة داخل المجتمع الفلسطيني. حقوق المرأة ليست بمعزل عن حقوق الإنسان بشكل عام وعن
المسار الديمقراطي بشكل عام. هذا واحد. اثنين، يعني بعتقد انه يعني نحتاج الى إرادة سياسية. عندما تقر الكثير من القوانين او تصدر قوانين بقرار من الرئيس بقوة المادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني، ويعطل القوانين تعطل القوانين ذات الصلة بحماية النساء والقوانين الجزائية، يعني هذا مؤسف، لانه كثير من القضايا مثل القوانين الاقتصادية صدرت بقرارات بقوانين، ولكن اعتقد ان ما ينقصنا هو التوجس والتخوف من المنظومة الثقافية التقليدية السائدة في مجتمعنا من طرح قضايا المرأة، وكأننا مسكنا بالمحرم عندما نتطرق إلى قضايا النساء. وهذا غير صحيح، لأنه المرأة هي جزء من المجتمع، وبالتالي من المهم بمكان. أريد فقط الإشارة أننا اليوم كمركز مرأة توجهنا للنائب العام ببلاغ بموجب المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية، طالبنا بإعلامنا بنتائج التحقيق بشكل رسمي وبشكل قانوني باعتبارنا مؤسسة حقوقية تسعى من أجل الوصول إلى الحقيقة. بغض النظر عن سيدة تقرب أو عدم تقرب مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، شكرا جزيلا لك. نذهب الآن إلى الزميلة رانيا الدريدي ومعلومات أوفر حول وفاة إسراء الغريب وجرائم الشرف في الوطن العربي بشكل عام. في بعض بلاد العرب يحصل ما لا يتخيله عقل بشري أحيانا لأعراف وتقاليد عفى عليها الزمن. كانت تقتل فتاة من قبل أحد أفراد أسرتها بزعم غسل شرف العائلة لجرم أخلاقي ارتكبته الضحية. المأساة التي بين أيدينا حصلت مؤخرا في فلسطين المحتلة، وتحديدا في بلدة بيت ساحور بالضفة الغربية. الضحية إسراء غريب ذات 21 ربيعا كانت فتاة ناجحة وتعمل في صالون للتجميل. خرجت ذات يوم مع خطيبها في مكان عام لزيادة التعارف بينهما وتمتين العلاقة، فطالها القيل والقال كما أظهرت تسجيلاتها الصوتية، لتتحول حياتها إلى مأساة فيخطفها الموت ويبعثر أشرعتها وأحلامها. لا أحد يعلم إلى حد الساعة إن كانت إسراء توفيت أو قتلت على أيدي أفراد أسرتها، فما تزال التحقيقات جارية بخصوص قضيتها. ما نعرفه أنها لم تعد بيننا وباتت في عالم الأموات بعد نقلها إلى المستشفى مصابة بإصابات خطيرة. ويميل أصدقاؤها وجماعات حقوق المرأة إلى احتمال إصابتها على يد عائلتها بسبب مقطع فيديو مشترك لها على الإنترنت مع خطيبها. لكن رواية العائلة جاءت منافية تماما لما تم تداوله، وقال أفراد أسرتها إن إسراء قفزت من شرفة منزلها بعدما أصيبت بمس شيطاني بزعم أنها تعرضت للسحر. ولم يصدر أي تقرير رسمي بعد من الجهات الفلسطينية الرسمية يؤكد أو ينفي إحدى الروايتين. وحتى تتجلى الحقيقة في قضية إسراء، تبقى ما تسمى جرائم الشرف في بعض المجتمعات العربية مرضا مجتمعيا وتأكيدا لغياب سلطة القانون والدولة المدنية. الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية أعلن أنه منذ بداية العام قتلت 18 امرأة بذرائع الدفاع عن الشرف. وفي عام 2016 رصد المركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي 23 حالة وفاة لسيدات في ظروف غامضة، من بينهن 12 امرأة في الضفة الغربية و11 امرأة في قطاع غزة. في باقي الساحات العربية تغيب الإحصائيات الدورية حول ما يسمى جرائم الشرف، وهنا أستعين بتقرير دولي يعود لعام 2010 أصدرته الأمم المتحدة حول هذا النوع من الجرائم التي ترتكب بالعالم. تصدرت فيه الدول العربية المراتب الأولى، وحلت سوريا في المرتبة الثالثة عالميا بعد اليمن وفلسطين. في اليمن تتحدث بعض الأصوات المحلية عن تكرار حدوث جرائم الشرف في السنوات الأخيرة، وسأقتصر بالإشارة إلى إحدى أبشع هذه الجرائم والتي تعود إلى عام 2014، عندما أقدم أب على قتل ابنته التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها لما زعم تتعلق بالشرف. في سوريا شهدت مدينة جرابلس العام الماضي جريمة قتل بذريعة الدفاع عن الشرف، حيث أقدم شاب على قتل شقيقته وأظهر فيديو تم تسجيله لحظة ارتكاب الجريمة. أظهر الفتاة التي لم تتجاوز 18 من عمرها وهي تتعرض لإطلاق نار كثيفة. و
وتنضم إلينا من رام الله ناهد أبو طعيمة، باحثة في علم الاجتماع. مساء الخير سيدة ناهد، وأهلا بك وكل العزاء طبعا لحضرتك ولكل الفلسطينيين بالشابة إسراء الغريب. اليوم يعني نحن أمام ربما جريمتين وليست جريمة واحدة، إذا افترضنا طبعا وربما يكون الافتراض صحيح على الأغلب أن إسراء قتلت بداعي طبعا الدفاع عن الشرف. أيضا هناك جريمة أخرى هي القول بأن إسراء مسكونة بالجن. يعني أوكي، مهما كان المجتمع محافظا، ربما ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟ تمام. بالابتداء اذا بتسمحي لي، احنا بنحب انه احنا نضل مأكدين على فكره انه ما لازم الاعلام العربي والاعلام الفلسطيني يستخدم مساله دواعي شرف او على خلفيه شرف. اذا بنضل وكانه احنا عم نبرر، عم نعطي فرصه للقتله، بنعطي تبرير لهم انه تحت هذه الدواعي القتل مسموح. ما لازم نقول قتل النساء ونقطة، ما لازم نقول قتل النساء على خلفيات مختلفة، لأنه ممنوع القتل، ممنوع إحضار حياة النساء. المسألة اللي كنت بدي أقولها في فكرة أنه الأعداد، كيف أشار التقرير، الأعداد بتزيد مش بتقل، برغم كل الجهود اللي عم تنحط الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، في جهد بنحط على أرض الواقع، ومع ذلك كل الحالات بتضل محطوطة. المبررات اللي أشرت إلها كل المرات، مرات مبررات الشرف كيف أنت أشرتي، بطلت مقنعة، لأنه صاروا القتلة بيحفظوا اللعبة، أنه إذا بقتل باخد 3 أشهر أو باخد 6 أشهر في قانون العقوبات الفلسطيني، وفي معظم قوانين العقوبات العربية في تخفيف، في تشجيع على القتل. اليوم الموديل أو الموديل الجديد اللي طالع مسألة الجن، حتى اليوم في مصر في جناية ارتكبت تحت دواعي مسألة الجن، انه كانت ملبوسة او عندها جن عشان هيك قتلت. هذا تبرير اخر. اليوم القتلة بحاولوا انهم يصوغوا، لانه المسألة انه انت كل ما بتحاول انه انت بدك تطلع فيه مجموعة من الاجراءات، والمشكلة انه صوابك قبل هيك من اسبوع او من شهرين كان في حالة قبل هيك ومرأت المسألة. نعم سيدة ناهد، صار المسألة مصاغة. نعم سيدة ناهد، اذا اين هي الجهود الحكومية التي تحدثت عنها؟ يعني بما انه الارقام تتزايد ولا تتناقص، فاين تضعين الجهود الحكومية هنا؟ هذا سؤال مهم. في جهود لها علاقة مثلا زي المصادقة على اتفاقية سيداو، مع انها كان في مصادقة الا انه هي صحيح ظلت حبر على ورق، كانت الامال عالية بانه بعد المصادقة يتم تعميمها ويتم العمل عليها والنساء والقطاع العدالة بفلسطين يستأنس فيها، لكن هذا ما لم يكن. في عنا شيء اسمه نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات في فلسطين، هذا النظام اقرته من 2013 اقرت الحكومة، والمفروض انه في موازنه كثير بتنحط على ارض الواقع لهذا النظام، الا انه اليوم بقضيه اسراء وكل الشواهد الموجوده فيها يثبت فشل ذريع بفكره انه هذا النظام يعطي الحق لمدير المستشفى اول ما بيشوف حاله عنف بتتصل مع الشرطه، الشرطه بعد هيك بتفتح تحقيق والشرطه بتوفر بيت امن لهي الست، ومع ذلك اسراء دخلت من 8 الشهر لغايه 22 ما اجت جثه هامده على الثلاث مستشفيات اللي دخلها ما كانش في تقرير طبي، وهذا بعرف نعم ولم يتدخلوا او لم من... نعم والمشافي طبعا والاطباء والممرضين لم يتجرؤوا على اصدار شكوى في هذا الصدد. بدي اسالك سيده ناهد، يعني شاهدنا طبعا مظاهره او اكثر خرجت طبعا المطالبه بالعداله في قضيه اسراء وكانت حاشده، ردود فعل كثيره طبعا قراناها ان كان في الصحف او على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الردود الغاضبة في المجتمع الفلسطيني هل تمثل شريحة كبيرة أم أنها الأقلية؟
يعني الصور اللي واضحة اللي بتظهر على الشاشة عندك للأسف رغم أنه في حشد كبير، بس الملاحظ أنه حشد نسوي. احنا كنا بنأمل وبندعو غدا الأربعاء كمان في وقفة ثانية أو في مسيرة أخرى. احنا بندعو كل الرجال المستأنسين المستنيرين أنه كمان يطلعوا على الشارع. قضايا النساء مش قضايا بتخص النساء لحالهم، هي قضايا كل المجتمع. إذا المرأة الفلسطينية المرأة العربية غير آمنة، إذا الأسرة العربية غير آمنة، بالتالي احنا كلنا مش متمشكلين. إذا بتضل متمشكلة كلنا رح نبقى متمشكلين. احنا بنحب أنه المرات الجاي في كل التدخلات، وهذا قضية إسراء عم تاخد منحة اهتمام حقوقي كبير، مؤسسات مجتمع مدني وحكومة، ويمكن للضغط الشعبي والضغط العربي اللي عم بيصير بهاي القضية، اللي ممكن يكون هذا مجال يفتح مجال باتجاه انه يكون في حلول جذرية لكل هاي القضايا. إسراء اليوم يمكن في حادثة سابقة قبل هيك قتلت سيدة عمها حطها بالبئر، الرئيس عطل 3 مواد في قانون العقوبات. بلكي وجود قصة إسراء، الرئيس يصدر قرار بقانون حماية الأسرة بالعنف، الرئيس يصدر قانون أحوال شخصية. سيدة ناهد أبو طعيمة باحثة في علم الاجتماع كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير مشاهدينا نتابع بعده. مصيرنا مش بإيدك، رسالة من مغردين لبنانيين إلى زعيم حزب الله بعد التوتر الأخير مع إسرائيل. التفاصيل في شباك هاشتاج. المهرجان الوطني لمسرح الهواة في مدينة مستغانم الجزائرية من أقدم المهرجانات في أفريقيا والعالم العربي.